استغرب مواطنون من تعامل الحكومة مع الفقراء وفرض الغرامات لعدم لبس الكمامات التي لم تكلف نفسها توفيرها في المتاجر أو الصيدليات، بل العكس اختفت من الأسواق وارتفاع أسعارها لثلاثة أضعاف سعرها السابق دون محاسبة التجار. غرامة 25,000 على مدة كمامات، أنت وفر الكمامة وحاسب، أنت مو تحاسبني شلون مثل ما يقول المدرس يحاسب الطالب، أنت ما منطي الواجب على مدة حاسبه، زين؟ فوفر لنا أحسن، وفر لنا وخلنا نتصرف وخلنا نمشي. جشع التجار سواء للمواد الغذائية أو الصيدليات يعانيه المواطن الذي أصبح معلق بين ارتفاع كبير للمواد الغذائية وتوقف مصدر رزقه بسبب إجراءات الحظر الذي نفذت بقسوة وعوائل تنتظر من ينقذهم من واقعهم المؤلم. يتأثر علينا بهواي شغلات، يعني ومنها مصروف البيت ومواد، يعني حل يعني ما عندنا كل شيء، يعني بحيث حتى شغل يعني هواي تأثر علينا، المواد تغلى علينا بهالحظر، تجول تغلى علينا، شغل ماكو، والنوبة حتى المواد يغلوها على العالم، وهواي صارت يعني بحيث الكيلو التمن صار بألف ونص. ما زال فقراء العراق يزاولون أعمالهم رغم حظر التجوال والمخاطر الصحية مع تفشي كورونا وتحذيرات من مجاعة تقابلها خطوات حكومية هزيلة. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.